لا نجاح إلا بالحصول على الفرص القوية وإثبات الذات وإظهار القدرات الحقيقية، وهو ما حدث مع الحكام بعد إصرار اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على قيادة التحكيم المصري لمباراتي القمة بالدوري. قرار اتحاد الكرة بالاعتماد على المصريين في إدارة مباراتي القمة وتنفيذ سياسة الأمر الواقع رغم توقع البعض من النقاد والمتابعين خطورتها، إلى أنها حصدت ثمارها بعد نجاح الثنائي محمود البنا وأمين عمر في الخروج بالمباراتين لبر الأمان. وحصل التحكيم المصري على إشادة وثناء بعد مباراتي القمة، ووصلت اللجنة برئاسة وجيه أحمد تحفيز الحكام ومنحهم فرصا في مباريات الدوري والكأس وظهور كوادر جديدة. ورغم انتقادات بعض الأندية أحيانا في المباريات، إلا أن التحكيم المصري يعيش أفضل فتراته خصوصا في وجود تقنية الفيديو الفار. ولم يتوقف تألق الحكام عند الرجال فقط، بينما ظهر العنصر النسائي بقوة في أكثر من مباراة. في النهاية سياسة الأمر الواقع والاعتماد على الحكام المصريين تفوقت وحصدت التجربة ثمارها، وفازت لجنة الحكام بثقة الجماهير والمتابعين.